مش عرفت علاش كيحمروا عينيكم ملي كتكونوا في لابيسين، ما عرفتوش. سفيان كي جيتك دوك السوطاجات بلا ما تكذب؟ ناضي راهينا في قنيه الخوت، راه ما كنعرفش حتى مين نبدا. السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. بقينا جالسين في الدار والاحباط وبنادم كاعي والشمس، ورانا في واحد الفران في واحد المدينه هنا شاعله، درجه الحراره ما عرفتش تبان لكم ولا لا لهيها. بعد المناسبه بغيت كل واحد فيكم يكتب لي لتحت المانا مدينه راه فيها وشحال درجه الحراره عندكم. الان غادي نمشيو لواحد لابيسين هنايا في اسبانيا، تشوفوا معنا الاجواء كي داير لابيسين هنا وشحال الثمن وداكشي كامل. وصلنا الان لابيسين، يلا دخلنا والدواء نقي، الجو زين. غادي نبداو لكم الفلوغ منا. المهم راه ريحنا على هذا الرولاكس هادو في البلاد ملي كندخلوا لابيسين هادو كنكريوهم بوحدهم، هنا لا واجدين هما والضلاله ديالها. وهاد الرشاشات اللي كتشوفوا فيهم هادو قبل ما تدخل لابيسين، زعما باش ما تقيسكش ديك الخلعه ديال الا كان بارد ولا، كتشلل راسك. وايضا ملي كتسالي عاوتاني كتدوش تما دوش خفيف باش ما يبقاش لاصق فيك داك الكلور. خوت راني جيت هنا لابيسين كنت بوحدي، تلاقيت مع الصديق قالك صدفه خير من الف ميعاد، وبيني وبينكم كنت محتاج شي واحد يشد لي الكاميرا ويونسني جاب الله بحال العاس. انا كي داير الدواء هنا؟ الله يلا بخير يا الماء ولله الحمد. نص ساعة وانا هنا الخوت كنعوم، يلا عاد يلا عقلت اش من بين كيكون لاهي شي حاجة، واخا كيبان لك بنادم الوجه ديالو قدام كتعرفو ما كيجيكش على البال. كنحسب وراني شتو درت راسي ما شتوش، وانا خويا راه كنقول لك قدام عباطي راني ما عقلتكش وما كنشوفش الوجه ديال بنادم. والدعوة راه مزيانة الخوت، اش تبع حدي وراك عارف انا ديما الصولو خاطيني بنات. دورا هذا هي الخوت، لابيسين هو هذا ديال الدراوش. خوت معكم السباح الماهر، غادي نوريكم كيفاش طرق السباحه وكيفاش الواحد يدير السباحه. شكرا جاب الله اللي شدنا الكاميرا بعدا كنا محمسرين. يلا تبعوا خوت. واحد المعلومه بغيت نقول لكم، مش عرفتوا علاش كيحمروا عينيكم ملي كتكونوا في لابيسين؟ ما عرفتوش راه ماشي بالعياء ولا بشي حاجه الخوت، باش تعرفوا لابيسين باش كينقيوه راكم عارف كيستعملوا الكلور، والكلور بوحدو راه ما كيدير والو، ولكن الكلور اللي كيتخلط حشاكم مع البول ديال عباد الله كيكونوا هنايا بزاف ديال الناس عينيهم كيحمروا، بخصوص الماء اللي ما كيتخلطش بزاف لابيسين. وملي كنا انا وسي سفيان عاد دركي شويه هنا لداخل، سفيان قال لي مالو لابيسين دافي، قولوا له علاش راه دافي. كم السباح سعيد 20 سنه ديال التجربه في السباحه وعالم السباحه. الوالد ديالي كان كيدير بديك الوصيه ديال علموا ابنائكم السباحه والرمايه، على داك الشيء انا وخوتي كاع طلعنا سباحه. الخوت من الحوايج الغريبين اللي كاينين هنايا في هاد لابيسينات هادو في اسبانيا تقريبا كامله، هي انه الواحد اللي زعما ما كيكونوش عنده الوراق ما كيكونش من حقه انه يدخل لابيسين. غتقول لي كيفاش واش غادي يطلبوا لك الوراق في الدخله؟ لا، باش كتجي هنايا لابيسينات ديال اسبانيا الاغلبيه يعني قليل شي مدن اللي تقدر تلقاهم صغار اللي ما يطلبوش فيهم هادشي، خصك الخلاص تخلص بلا كارت. وكيف ما كيعرفوا بزاف الناس اللي هنايا هو انه ما كيقدروش يحلوا الحساب البنكي، قليل زعما كانوا ثغرات في شي مدن. كما كنقول لكم ملي كنهضر على حوايج بحال هادو ما كنهضرش على مدينه وحده، ولا كنهضر بصفه عامه سورتو هاد المدينه اللي رانا فيها هنايا مورسيا. من كتمشي لاي بنكه مشاو بزاف الناس كيقولوا اول حاجه واش عندك الوراق، كيقولوا لا، كيقولوا لا سمحنا ما نقدرش نحل لك الكوينتا. بعض المرات كيكون بنادم عنده الوراق وما كيبغوش يحلوا له شي بنكات، واخا تكون بوراقك كيدوماندي لك كونترا ديال الخدمه ولا شي تفيش بحال هذا. لابيسين بحال الناس اللي ما عندهمش الوراق الاغلبيه محرومين منه، يعني الا ما لقاش شي واحد اللي غادي يخلص له بلا كارت ويدخلو ما غاديش يدخل يقدر يعوم بحال عباد الله، يعني خصو يشد الطوبيس ويمشي للبحر. وكيف ما كتعرفوا كاين المدن بزاف اللي البحر بعيد عليهم والدراري عاوتاني ما يقدروش يديبلاصه، وكيقول لك ديك 4 اورو ولا 3 اورو اللي نخلص بها الطوبيس باش نمشي للبحر نجي بها لابيسين اللي قريب لي. للاسف يعني هذا هي الحاجه اللي ماشي مزيانه، وفي نفس الوقت يقدر شي ناس اخرين يشوفوها مزيانه. علاش؟ بعض المرات باش ما نكذبش عليكم هادشي راه كحقيقه كتعرفوها كاملين، بعض المرات ملي كتكون مثلا شي لابيسين ولا شي بلاصه اللي يقدر اي واحد يدخل لها بالنسبه للدراري بحال سورتو ديالنا العرب، ما كنخلطش ما كنعممش حيت التعميم لغه الجهاله، كيجيو الشفاره كيتشفروا لهم الناس بزاف حوايج، وكاين شهادات
الحاجات بزاف. كاين اللي غادي يدخل غير باش يشفر، ها هما درك بيسكليت خليته برا في الزنقه شفروه ليه، وشكون اللي شفروه شفروه ديالنا. الان من هذا السبب من سولت على زعما غير بلا كارت، قال لك واحد الوقت كانوا دايرين كيخلصوا زعما اسبيس، وبقى كيجيو الناس كيدخلوا لداخل وما كنقدروش نكونتروليهم، يعني ما كيقدروش يتحكموا في دوك الناس اللي يدخلوا، كيبقاو يديروا المشاكل بزاف، يا يدابزوا يا كيبقاو يتحرشوا بالبنات هنايا، ولا المهم ولا يشفروا الحوايج ولا يوسخوا. قال لك هادو هما الحوايج اللي خلاونا نديروا بلا كارت. وسينتو بورتوتوايا الخوت، بغيت نصارحكم بواحد الحاجه. المهم هذا كيتعتبر سر غادي نفشي هذا النهار، واللي هو الخوت انايا الحي ديالنا. المهم انا ولد واحد الحي، واحد الحومه اللي كلها فيهم عوامه، واللي بغيت نقول لكم هو انني ما كنعرفش نعوم. الوقت اللي الناس كانوا كيتعلموا العوم، حنا الوالد كان يعلمنا كيفاش نكونوا رجال ونتحاربوا باش نجيبوا راسنا. حتى كبرنا وجينا هنايا مع البزاوز ولاو تشوفوا فينا، ولينا نحشموا تندخلوا لابيسين. المهم بغيت ندير واحد الجمعيه ولا واحد الاتحاد ديال الناس اللي ما كيعرفوش يعوموا، ولكن شي واحد اخر ما كيعرفش يعوم يقولها لي ونروحوا نديروا شي جمعيه انا وياكم باش نواسيو بعضياتنا. خوت الان انا ناكلو شويه، والحاجه اللي بغيت نقول لكم الفرق من بين الفروقات في لابيسين في المغرب، ممنوع انك تدخل معك الماكله، يعني تخلص دي 50 درهم ولا 100 درهم ولا 150 درهم، وملي تدخل خصك دوماندي الماكله من عندهم، والماكله باش دومانديها من عندهم قرعه ديال الماء ب 20 درهم، والماكله يعني ما كاينين من 50 درهم للفوق، يعني اذا كنت انت بوفري وفقير بحالنا ما غاديش تدخل لابيسين، روح دبر شي ساقيه ولا عوم فيها. هنا لا، كما كتشوفوا هاي الماكله العواصر اللعيبات كلشي واجد، وتدخل معك اللي بغيت ماكلة اللي في الشكل والو، طاجين ولا كوكوت ولا كسعة ولا ما على بالهمش كاع. سفيان انا داك هو لابيسين اللي خصني نعوم فيه ما نعرفش نعوم والله هذا لابيسين ديال البزاوز ديال الصغار، هذا هو اللي يصلح لي انا نعوم فيه، ما هذاك الاخر ما يصلح لي سنة. الحاجه اللي كنبقى لها غريبه الخوت هو اننا لابيسين اغلبيه في المغرب يعني الميت كاع ممكن تلقاه داير 30 درهم، حنا في المدينه ديالنا 50 درهم، وماشي شي لابيسين كتلقى شويه موسخ الدواء مخلطه بنادم عجل. هنا كيف ما كتشوفوا هاد النقاوه هنا، يعني هاد لابيسين ماشي شي لابيسين مجهد بزاف، دخلها ب 4 اورو يعني 40 درهم باش كتدخل الناس. وهاد المقارنات كنديرهم في لابيسين، ما كنديرهم زعما في الطرقان ولا نقول لكم مدارس، يعني لابيسين هنا نورمالمون انا في دوله اوروبيه، حتى هنا التكاليف غاليه والخدمه كيخلصوا غاليه. الخوت قربنا نكمل لكم هذا البلوك باش ما نطولوش عليكم بزاف، نتمنوا انكم تكونوا زعما ديتوا فكره عرفتوا الحياه كيفاش، باش نشاركت معكم حتى شويه حوايج خصوصيه ما مبغيتش نشاركهم معكم. معنا الاخ سفيان اللي تلقناه صدفه كما قلنا لكم، نفعني بزاف شد الكاميرا صور معايا شي فيديوهات باش نديرهم في التيك توك. سفيان شي كلمه اخيره لعباد الله. الخوت بارك الله عليكم، نتمنى تكونوا موسم النهار واعر ونتلاقاو في الساعة جديدة ان شاء الله. ناوي عتبان معايا الفيديو هذا؟ يا راه الخوت السلام عليكم طلاب. السلام عليكم، غادي نوريكم في هذا الفيديو كيفاش واحد يعني يعوم والجسد ديالو يبقى فوق لابيسين. معنا هذا النموذج الاخ ما كيعرفش يعوم. ايه رخي راسك رخي راسك رخي راسك، ها هو كيف ما كتشوفوا الان راه رخي راسه، ها هو ما نشدو ما والو. وانت جرجر ديك اللي فتحت المنشر، والمرحوم مسكين كان باغي يتعلم يعوم.